لكن الحقيقة تفضل الصورة عند الناس اللي بتفكر بتقعد شوية وتعرف إيه سبب تفوق النادي الأهلي. سيبكوا بقى من الرغي اللي فات ده كله. وعلى فكرة أيضا الكابتن أحمد حسام ميدو كان له فيديو سابق كان بيتكلم على إنه لا، الأهلي لو عايز يفضل لازم يرفع سقف العقود ولازم ينافس، وبيراميدز بيدفع فلوس وده السوق بيقول كده، ولازم الأهلي يرفع سقف عقوده. ده كان كلام سابق لميدو، لكن بالتجربة ونتيجة لما يمر به الزمالك من مشاكل تعاقدية مع لاعبيه، خلت أحمد حسام ميدو ابن الزمالك يدرك سبب تفوق الأهلي. نشوفه. أوضة اللبس بتاعت النادي الأهلي مظبوطة عشان في عدل، في عدل. أكتر لعيب بياخد في النادي الأهلي فلوس، أنا بقول لكم أهو، علي معلول 900,000 دولار. بعديه بيجي الناس أجاييه برضه 850,000 دولار. أرقام كلها قريبة. في لعيبة واخدة فلوس قليلة، أوضة تتعدل عشان يبقى في البالانس، البالانس موجود. هي دي النماذج المحترمة اللي بتنجح، اللي بتشتغل صح. واوعوا تستهونوا بان تضرب سقف رواتب اللاعبين. ضرب سقف رواتب اللعيبه في انديه عالميه اعلنت افلاسها. بسم الله ما شاء الله، الحمد لله. تاتي الايام ووجهه نظر النادي الاهلي تطلع وتجد الدعم ممن خالفوها، زي ما انت قلت. ده كان في مداخله يعني شهيره ليك مع ميدو في وجود حسام غالي وكان الكلام، قلت له لا احنا بنشتغل باقتصادياتنا. ايوه الدعم فيه ساعات بيبقى دعم موجود محدش يقدر ينكره، لكن انت ما بتبنيش عقودك والتزاماتك على الدعم، انت بتبنيها على اقتصادياتك. اذا جاء الدعم يبقى اسمه دعم، بيعلي القيمه بتاعتك، مش في صلب الوفاء بالالتزامات. ايوه انا مكفي التزاماتي، بس ده يخليني اشتغل بقى لو عايز اعمل حاجه جنب الكلام ده اقدر اعملها. وهنا ناتي دور الشفافيه الماليه، والايام تنصف الاهلي لانه دائما يعمل بصدق، يعمل بعدل، يعمل بشفافيه. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعادلا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.